السيسي طبعا ما يعرفش يعمل كده، هو يعرف يوزع كرتونة، ما يعرفش حاجة عن الناس دي وإزاي هيقضوا رمضان أو هيفطروا على إيه، لأنه الحقيقة هو مشغول في عالمه الموازي في بناء أكبر جامع وأكبر نجفة. نجفة دي تبقى اسم النبي حرصك، ومش هيعرف حاجة أكيد عن ست غلبانة مش لاقي تأكل عيالها واضطرت إنها تحط لهم. يعني طول عمري بقرا القصه دي بحس انها قصه يعني قصه كذب، اللي هي قصه الست في ايام الخلافه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كانت بتغلي الطوب عشان ولادها يناموا. تخيلوا القصه دي قريناها كلنا، قريناها القصه دي بقى حقيقيه. في ست دلوقتي في مارس 23 بتحط لولادها طوب في الحلة وتضحك عليهم انها بتطبخهم لحد ما يناموا جعانين. قسما بالله العظيم القصة دي قريناها واحنا صغيرين، طلعت حقيقة. انا مش كنتي، انا مش قادر اكل عيالي، مش قادر اصرف عليهم ولا اكل اربع عيالي. طب ابوكي؟ ابوه هاجرني بقى له سنة من ساعة ما جبت العيلة دي وسابني وخلع. حضرتك جيت بالصدفة النهارده، لسه جاي حضرتك بصدفتها، بقالهم ساعة عمالين يعيطوا، كنت جايبة حلة حطها على النار. بيعيطوا ليه؟ جعانين. اه. النهارده جايبة أكل ب 50 جنيه ما كسرهمش، جعانين. جبت حلة حطيتها على النار وحطيت فيها طوبة عشان كل لما يعيطوا أقول لهم الأكل بيستوي على النار. بص حضرتك، حاطة لهم طوبة على أساس الأكل بيستوي على النار، الأكل بيستوي على النار. لقيت لما ناموا راحوا في النوم. بنتي بحط لها مية حتى من غير سكر علشان خاطر تبطل عياط. انا تعبت من كتر المصاريف ومش قادره اصرف عليهم ولا اكل. يعني هما كده نايمين جعانين؟ ايوه نايمين جعانين. يعني قلت لهم الاكل على النار وحطيت لهم طوبه على البوتاجاز كأن الاكل بيستوي. كأن الاكل بيستوي. طب ولما يصحوا من النوم تاني يقولوا جعانين هتعملي ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. مفيش اي دخل ليكي، معاش اي حاجه؟ لا ما عنديش خالص. مثلا حد من جيراني دخل لهم لقمه، انا مش هاخد من حد حاجه، اروح امسح سلم، انضف شقه مثلا ب 50 60 جنيه في اليوم، اروح امسح حن دخلت مثلا بيت اشيل شويه زباله بيتوني. طيب بتشتغلي؟ كنا بنقرا القصه دي ايام ان حصلت في عهد الخليفه عمر بن الخطاب، انه كان مر بالليل بيشيك على الرعيه فلقى ست بتغلي حصى عشان ولادها يناموا من الجوع، فراح الخليفه عمر بنفسه جاب شوال دقيق ووصله للست دي بنفسه. القصه كانت بتقول كده، هذه الحله فاين عمر؟ كانوا يقولوا لنا القصه كده. تخيلوا دي بتحصل دلوقتي في 2023.